صدقني أي سلاح، أي ترشانة، أي سلاح، أي وسيلة من وسائل القتال إذا ما وياها إيمان، إذا ما مسلح بإيمان من العقيدة لا تضر ولا تنفع. نعم شفنا كثير من الأسلحة انهزمت لأنه ما صاحبها إيمان أبدا. مش يقول أحد أدباءنا رحمه الله، يقول أيها المستعير ألف سلاح لأعاديك، كل ما تستعير هزك الذعر، لا الحديد ولا النار، وعبء على الوغى المذعور. الواقع هكذا، أنا أكد لك إنسان إذا انذعر، إذا كان ما يحمل إيمان هو مذعور. فالمفسرين يميلون إلى هالجانب، يقول أن معنى قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني إذا قابلوا المسلم يعتقدون أن هذا المسلم يحمل شحنة من الإيمان كافية للوقوف بوجه أعتى الأسلحة. وإلا أنت الآن، إحنا لما نريد نرجع إلى فلسفة التأريخ، لو نريد نتساءل نقول أن البعثة أيام الرسالة أيام النبي صلى الله عليه وآله، بعثتش وقت كانت؟ كانت ما بين إمبراطوريتين، إمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، وعدهم أسلحة وجيوش وأكو عدهم وسائل قتالية لا يملكها المسلمون، وطلعوا لك مثل ما يعبر عنهم بعض الكتاب حفنة من البدو شايلينهم عصي جريد من النخل. إيه هذول أخذوا 24 من مساحة الدنيا، 24% من مساحة العالم أخذوها خلال ربع قرن. منين؟ شلون؟ يعني شنو؟ كيف تعلل لي هالمعنى؟ يعني إذا نريد نرجع إلى الأقيسة، نرجع إلى الموازين، نرجع للمعادلات، هذول ما ينبغي أن يكونون شيء مذكور. شلون صاروا هالشكل؟ شنو اللي دفعهم؟ شنو؟ قطعا الإيمان، ما في شك الإيمان والعقيدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قالوا له بعد أن حذرنا، قالوا له أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء الشيل، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. قالوا له من قلة؟ إحنا يعني قليلين والناس يأكلون؟ قال لا والله، مو أنتم مو قليلين هواية، لكن غثاء كغثاء الشيل، يعني شلبوا محتواكم، حولوكم إلى قشر، شلبوا محتواكم. نعم هنا مر عليك أنت لما في سيرة الإمام علي عليه السلام يقول ما بارزني أحد إلا وأعانني على نفسه. ليش؟ لأنه هذا مرعوب من الداخل، مهزوم من الداخل. يقول كان يقدر أني أنا سأقتله، وأنا أقدر أني سأقتله، فأكون أنا ونفسه عليه. هو تم هاي التعبئة، هاي التعبئة الإيمانية تلقي الرعب في قلب الطرف المقابل.